مرحبا، كل عام وانتم بخير. خلاص رمضان واغلبنا الصوم اطلع على الاقل فد مسلسلين على البارد، واثناء المشاهده يقضيها يسال على الاحداث بينه وبين نفسه. كاليسي ليش فجاه انقلبت ابو عداي؟ زين هو اكو جزء سادس لبريكنج باد تموت بيه سكايلر ونخلص منها؟ اكو مجال قاسم الملاك يطلع بمسلسل مصاعد بايسكل؟ عدد شقه. اكو ناس كل شيء ما تفرجوا برمضان، تدرون تعب وامتحانات، فانتظروه يخلص وراه يتشلهون ويلزمون المسلسلات هبد ويقضون عليها. طبعا ما حد يشوف العرض حالشي، وينك وقت تتفرج قاسم الملاك على البايسكل الجايبه وياه من فيلم 6 على 6؟ ويسرون الليل كله يتفرجون حلقه ورا حلقه برمضان او بعد رمضان، حتى لو ينامون وجه الفجر ويتاخرون على البصمه الصباحيه. هالحكي جنابك اللذيذ سهران مو بس على المسلسلات، برامج، افلام، اخبار، اعلانات، اغاني. السؤال شلون واين وليش وكيف وش وقت بدت القصة؟ قبل 100 سنة بدت القصة. شاب عمره 21 سنة عايش بأمريكا بيتهم ما بي كهرباء، اسمه تايلر فارنسورث، بدأ يفكر شلون ياخذ الصور المتحركة ويحولها برموز وينقلها بترددات الراديو. نجح هذا الشاب بفكرته وسوى التلفزيون، وأول صورة انعرضت به خيط بسيط كلش. فرحان مو؟ اختراع وبالك عنك، بس هم أحسن من العرض حلجي. كبر هذا الجهاز وتغيرت اخلاقه وغير من شهرة الصورة المتحركة الى ان وصلنا لمرحلة الوحش، وبدأ التلفاز يقضم كل شيء. مرحلة الشركات مثل نتفليكس وهولو بالعالم وسينمانا بالعراق اللي بيها امكانية ان تشوف كل شيء بدوسة دقمة. هاي غير انه التلفزيون شال جوالاته وقعد باليوتيوب وصارت المشاهدة كلش سهلة، شو وقت ما تريد تقدر تشوف اي حلقة واي دقيقة بالحلقة تقدر تشوف وعلى راحة راحتك. يعني تخيل عندك نتفليكس وسينمانا ويوتيوب وتشوف قاسم الملاك، شكو هنا بس فهمني. الادمان على محتوى التلفزيون قضية بدأت تكبر كلش بالعالم. بامريكا مثلا حسب احصائية عملاقة شافوا انه المواطن الامريكي يصرف تقريبا 2.7 ساعة على شوفة التلفزيون يوميا، يعني تقريبا 20 ساعة بالاسبوع. شركة نتفليكس شافت انه 61% من المشتركين بشبكتها يتفرجون بانتظام حلقتين الى 6 حلقات من مسلسل وحدة بقعدة واحدة. ليش هالإدمان على البرامج والمسلسلات؟ وليش إذا حبينا مسلسل وتعلقنا به نحس بالقهر والضوجة ورا نهايته؟ من نتابع مسلسل نعيش براحة عالية وما عندنا مشكلة إذا قضينا ساعات طويلة نتفرجه حتى لو استمر 10 مواسم. لوست مثلا، وكل هذا ليش؟ بسبب الدوبامين. هاي المادة تنطي لأجسامنا مكافأة طبيعية وداخلية بسبب استمرارية مشاهدتنا. عمتي الدكتورة رينيا كار طبيبة النفس الإكلينيكي تقول من تشوف مسلسلك اللي تحبه عقلك ينطيك شعور يشبه شعور تناول المخدرات، وكل هذا لأن جسمك يريد بعد دوبامين، لأن كل المسارات العصبية اللي تسبب الإدمان على الهيروين أو الإدمان على الجنسية نفسها مسارات إدمان المسلسلات. بائس ومغوار أنت يا مشاهد، وكيف لا وأنت مدمن على عرض حالكي. وهم يشاهدون هوى بغداد كذلك ستا. شرفك؟ خذوني بعيدا، جردني من كل شيء. دكتورة جاياني دي سيلفيا سولف على أسباب ثانية لإدمان المسلسلات، وتقول عقولنا تفسر تجارب التلفزيون أو الواقع أو حتى اللي نقراها بالكتب كذكريات حقيقية. ولهالسبب من نشوف مسلسل المناطق اللي تتفعل بالدماغ هي نفسها اللي تتفعل بمواقف حياتنا الواقعية، فراح ننجذب للأحداث ونتعلق بالشخصيات ويصيرون قرايبنا وأصدقائنا ونخاف عليهم ونعيش وياهم بداخل مشاعرهم. بس الحلو ما يكمل. بدراسة سوتها جامعة توليدو على 408 شخص طلع منهم 142 شخص عرفوا نفسهم كمدمنين مسلسلات، بينت عليهم مستويات عالية من الضغط والقلق والكآبة اللي تبدي تأثر على صحتنا العقلية. يعني إذا ما تابعنا ويا شريك أو صديق ممكن تتحول متابعة المسلسلات إلى انعزال وانطواء. اللي يسمع هذا الحكي يقول السالفة بيها أذية وإدمان، بس متابعة المسلسلات بيها خوش غراض غير الأذية والإدمان، مثل تقليل التوتر. واحد من عمامي اسمه جون ماير وهو دكتور أخصائي طب النفس السريري يقول مشاهدة المسلسلات بكثرة ممكن تصنع باب فولاذي يمنع أدمغتنا من التفكير بضغوطات الحياة المستمرة اللي تدخل أفكارنا غفلة وتشتغل مثل الصبة الكونكريتية اللي تمنع المشاكل عن إزعاجنا. أما الدكتورة أريانا ماتشن عندها رأي ثاني أحلى، تقول المسلسلات تعزز علاقتنا بالأشخاص اللي يشوفون نفس مسلسلنا وتخلينا نشعر إن إحنا جزء من مجتمع متابعين المسلسل، ومننا تبدي الصداقات وتنفتح النقاشات حول هذا المسلسل. واحدكم إيش قد تعرف على أصدقاء بسبب حبه الجيم أوف ثرونز أو بريكنج باد اللي خلت نص الكوكب أصدقاء بسبب السوالف عنها؟ أما العرض حالتي نو تعلق. المحتويات التلفزيونية مهمة لتطوير شخصياتنا،
وتتأثر على أدمغتنا وتغير منها. فلازم نستنقي اللي نشوفه مو قوترة، وهم ندير بالنا لا ندمن، يعني نوازن وننطلق. وأخيرا، كل متابعين المسلسلات بالعالم يعيشون ويا المسلسل ويريدون يعرفون البطل باكر شي يسوي، بس احنا بالعراق لا، ننتظر نهاية الحلقة حتى نعرف هاي الحلقة مين مبيوكة. تريدون تتابعون العرض حل شي؟ عفت لكم الرابط مال كل حلقاته جوا ويا المصادر، شوفوه ودعوا علي في مالا.